وأسفه يا أهل الجزائر، شاهدوا الفرق كيف تعامل الرجل الأمريكي مع من سرق دراجته، وكيف تعامل هذا التاجر مع هذا الرجل العجوز الذي سرق منه بعض الأشياء. شاهدوا ولنا بعد ذلك تعليق. هذا الرجل الأمريكي الذي سرق الدراجة. شاهدوا التعامل الإنساني الرائع. تتمثل فيه أخلاق الإسلام. شاهدتم هذا المقطع وهذا التعامل. الآن سأترككم تشاهدون مقطع التاجر الجزائري مع الرجل العجوز، ولنا بعد ذلك تعليق مهم عن كيفية التعامل مع بعض هذه الحالات. أرجو أن تتابعوا الأخير. تابعوا. ها راح زي. تشاهدون الرجل الجزائري أو التاجر الجزائري وهو يقوم بتصوير الأشياء وتسجيل المحادثة التي حدثت بينه وبين هذا الرجل العجوز الذي قام بسرقة أو قام ابنه الصغير بسرقة بعض الأشياء. شاهدوا ونعلق بعد ذلك. مازال وش الديب مازال راك سارق شوف راك سارق صوالح بزاف ماشي حاجه ولا حاجتين وكاع عندي خلاص كاع عندي دوك نوريهم لك شوف روح قولي وسرق قلت لك سوايع ولا سوايع يديروا 250 الحبه ها نعم اه ومعليش ودرناك انت في اللايف قبلها درناك في اللايف هكذا وقلنا لك ارواح ترجع لا ما رجعتش انت وغيرك والله ما سمعت لا ما سمعتوش ما شفتوش عندك 15 يوم درناهم كاع في اللايف قلنا لهم اللي يداه عفسه يجيبها الف سموح انت ماشي تجي تترجع جايب 100000 في جيبك وتقضي قضيه تاع 5 ملايين غير 300000 في جيبك معليش خلي دراهمك عندك معليش انت كي جيت لهنا على ما جيتش الاداره قال خاوتي اني سرقت عفايس خاوتي اسمحوا لي فيهم وروح قضي على راسك شوف ربي يسترك انت ما جيتش تسجيت زيد تسرق سمع عندي ديال فيا اسمح لي نهضر معك غير بالعقل باش تسمع معليش انا عندي شكون باش ما نتفاهم انا مثلا ما عنديش شوف خو نتفاهم انا اللي غلط اسمح لي انا خلاص انا سامح لك انا سامح لك معليش انا سامح لك وانت راك سامح لك عندك تريني تسمح لي نسمح لك خلاص معليش اذكر لي واش سرقت صح معليش ما تنساليش واش ديت صح لي ترينيك قال لك وليدي زوج ترينيك وزوج سوايع راهم في الدار والله مازال ما خدمنا بهم واسب بهم ما عرفنا الساعه كيفاش واسب ما يعرفوش الدراري قسما بالله غدرهم في جيبو وعندك ماشين رافي خلص السيد خلصته برا شوف نفهمك كيفاش خلصته شوف هذيك شوف فيها نعم هذه تسوى 190 نعم هذه تسوى 190 صح هذه تسوى 190 صح خدم فيها انا ب 10000 انا كي تسرق هالي واش راح يصرى لي انا الخدام اي خليني نفهم خليني نفهم خويا معليش احتراماتي اليك صح اسمع دوك انا كي تسرق لي هذه انا خادمها معك ب 10000 نعم خو صح كي يلحقني الشهر وما نقدرش نخلص الخدامي صح واش يصرى صح لا ما خلص خدامي نحاوزهم معليش انا 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 اسمعني انا نخدم دوكا انا في قرعه تاع شامبو كيما هذا هكذا نشري فيها ب 9000 نبيع فيها ب 10000 فهمني كي سرقتها لي نتايا دوكا انا بما نخلص الخدام شوف نصو يروح سريق شوف سريق وحده دوزيام نعطيك حاجه كونطابلي هكذا زين نروحوا للكيسي نروحوا للترونسبور نروحوا اللي جاب السلعه اللي هبط السلع اللي ينظف النيطواياج حق الدوله لي زامبو صوالح معليش هذا الشيء كاع يتكسر يا خاوتي من الاخر يا خاوتي ما تسلم لي على رجلي لا باش نقولها اطلب التوبه من ربي انا خاطيني خاطر معليش يا خاوتي معليش خلينا معليش انا كنت نحلل فيكم عندي 3 ايام وانا نحلل فيكم ماشي غير انت بزاف كيما انت نعرفهم بالواحد هكذا نعرفهم بالواحد صراحه وما جبتوليش رزقي
وجيت اليوم انت وما جبتليش رزقي حتى نزيد نخلوك تزيد تسرق وتخرج برا ونجي نعيطوا لك نقول لك اروح تشوف معنا دقيقه ونقعدوك لهنا ومروك عبك من جيت انا ولا مع بالك دوكا انا بالك راك بعيد راني بعيد انا بعيد سما بطلت لي شغالاتي جاي لعندك على جال من على السرقه تاعك دوك انت دوك القطره على قطره تعمر الواد والقطره على قطره تنشف تنشف الواد هكذا القطره على قطره يرفدنا الماء هكذا دوك انت تدي شويه والاخر يدي شويه والاخرى تدي شويه والاخر يدي شويه مع الخدامين يكسروا شويه مع الشعب يكسر شويه مع السلعه اللي نسولدوها نغلقوا نغلقوا مولوا بلا شغل مولوا كاع بطاله كاع بطاله وكاع سراق هكذا هكذا دير هضره اسمح لي يرحم والدي يا خاوتي يا خاوتي يهديكم ربي يهديكم ربي انا ماشي راني تاع فضايح بصح ولا غنولي نفضح يا وجيبوا لي دوزاني راه عندي شوف راني عندي 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 ربع ايام ثلاث ايام من قلت لكم لجميع واحد سرق عفسه يجيبها هذا واحد منهم هذا واحد منهم زعما سرق وكوف روحه زعما دخل خليناه يقضي خليناه يقضي شحال في عمرك؟ 58 شحال؟ 58 قول لهم قول لهم شحال في عمرك؟ 58 قول لهم راني في الله ديريك واش عليه اخو جابوا لك حتى الجيه ها جابوا له الجي باش يشرب تاع وليدك تاع وليدك تعلم فيه كيفاش يخدم هايا معليش ماشي مشكل خاوتي يرحم والديكم بارطاجوا لي اللايف هذا راح نوريكم راح نوريكم وجهه يرحم باباك على ما نوريك شو وجهه على الله يعطيك ما تمنى على الله يعيش على ما نوريك شو وجهه يرحم والديك انا في اللايف يرحم والديك اسمع سلم على راسك على ما نوريك شو وجهك على باباك صح فهمني سقسيك سقسيك على ما نوريك شو وجهك كون غلط 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 اسمع خليني نهضر معاك خليني نهضر معاك معليش لا حول ولا قوه الا بالله انا خو هذا 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 دوك انت تخدم بوليدك علم وليدك السرقه من صغره صح معليش خويا تخدم بوليدك ما خداش خويا كيفاش ما تقدرش على روحك ماشي بروبليم بصح تعلم في وليدك السرقه شاهدتم هذا التعامل من هذا التاجر مع الرجل العجوز الذي سرق ابنه بعض الحاجيات من هذا التاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة تشاهدون هذا الرجل العجوز الذي قام ابنه بسرقة الأشياء وتسمعون مناجاته واستعطاف هذا التاجر ويتوسل إليه بكلمات تهز القلوب لأن يتركه وأنه لن يعيد هذه الفعلة ولكن لا يزال هذا التاجر مصرا على محادثته وتسجيل صوته والتشهير به فلا يجوز التشهير وإنما من أخلاق الإسلام هو الستر استر أخاك المسلم انصحه نعم عليك أن تنصحه تقدم له نصيحة بدون أن تجرح مشاعره أو تشهر به أو تنتهك كرامته فكل إنسان له حقوق وله كرامة فواجب على المسلم والمسلمة إذا حصلت له مثل هذه المواقف أن يتعامل باللطف وبالرحمة وبالستر يستر نعم الستر ما يكون إلا في مثل هذه المواقف أن تستر أخاك المسلم وهو في معصية وتنصحه وتقدم له النصيحة وتردعه ألا يفعلها فالتشهير ليس من أخلاق المسلمين وأهل الجزائر أهل خير ومعروفين بالكرم والشهامة وإن كانت بعض هذه الحالات فستعالج وستختفي بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه